شو بيحلى الشكر لما بيتوج باسم العلامة الكبير. العلامة عيسى اسكندر المعلوف. هو عرسنا السنوي، به نلتقي وقد أسميناه ذي إبداع. وأما الذي فزحلة، فلأن العبور بصمت من أمام التاريخ ليس من شيمنا. سيادة المطران سبيريدون خوري. الفكر الفاتيكاني. المكرم المتروبوليت سبيريدون وباسم المطران أنطونيوس وكل كهنة وأبناء أبرشية زحلي وبعلبك ل المخرج جوزيف شعنين وتلفزيون زحلي وكل القيمين على زي إبداع. سيادة المطران أندري حداد. أعطيت زحلي كل أوفي. تعذروني إذا كان صوتي ضعيف، ولكن سيادتكم قوية وأنك خلينا نجيب. سيادنا جورج اسكندر موجود معنا دائما، وبلشنا نشتغل لنبني المطرانية، وهذه الدينامية تجسدت بشخص المطران جورج اسكندر، كل اللي نظموا ايضا هذا اللقاء. شكرا لك سيدنا، وشكرا لسعادة المدير العام. السيدة الزحلية اللي بتعطي هالعنفوان والعزة سير دانييلا حروق. أنا من عائلة رهبانية إلى تاريخها وعزة، ورجعت زحلة دار السلام، دار المروءة، دار المحبة. هي قدوة لإلنا كلنا. دكتور محمد العبدالله. نحضر سوا. نحن من سرعين، وفى الوالد كان عمري 5 سنين، والوالدة اهتمت فينا وربتنا. أنا بيسرني أنا والحج نقول القصة إن نقدم تروفي إبداع للطبيب المبدع دكتور محمد العبدالله. سيد والاقتصادي موسى فريجي. عائلتي كانت متواضعة جدا، إمكانياتها كتير محدودة. وألف مبروك لكل المكرمين اليوم. نحن رايحين، بس نحن بيهمنا كتير الزحالة الجدد اللي هني بدهم يقوموا، خلي يتعلموا من وراء هالمبدعين، خلينا نسميهم او الناجحين في عملهم. حفيدة عيسى اسكندر المعلوف السيدة الهام الزناتي المعلوف، وبنشكرك رئيس السفير رضوان شديد، فليتفضل. ما بعمرها طرقت من تحت ولا تهكي. كرمت في مجالات كبيرة بالعالم، حتى كرمت في البيت الأبيض، ولكن الليلة بهالنسيم الحلو أنا بفتخر وبعتز إنه عم بتكرم ببلدي. أنا ببيتي كان عندي والدي، الله يرزق كل الناس والدي مثلها طائري، كنت أشعر أنه في حدي حقيقة ملاك حارس. المحلل الفز. أو اهدي هالتروفي لروح والد الروحي أستاذ غسان تويني. الدكتور أنيس مسلم. اشتريت جريدة البلاد من النقيب، ورجعت على زحلة عشية صاحب جريدة البلاد الذي يجسد العصامية. مرسي للمكرمين. و جوزيف شعنين يلي هو أهم اكتشاف حققته أنا الليلة، يلي الطفل يلي باقي بصدري كتير مبسوط. جمانة أميوني. ريزك يا ميل إيمو بيبوشان.
السيدة نينا جريساتي. أنا عملت مجموعتي كزحلوية بالحوادث جدون جدون اتن بياسير كلاش خنام أنا كان كلبا. بيكفي أن يقول أن حضرتها هي من مؤسسين بنك الدم بمنطقة زحلة والبقاع. تعتبر أنها كانت تقوم بواجباتها تجاه زحلة. المهندس أسعد نكد بيستلم عنه التروفي المهندس الأولى سابا وبيسلموا التروفي السيد عماد مسعد. أنا عشقت الشغل بعمل قضية الشغل في تروح ونزول مش دايما أوتوستراد قدامي. دكتور فؤاد زنيتي. هذه مهنة فيها طرحة ما بدي أعملها مهنة بها. ما تخافوا على زحلة لأنه روح التضحية اللي كانت عندكم بعدها موجودة فينا ورح تبقى. ميرسي. الدكتور أنطوان خصين. كان يسموني جراح البقاع من مشهرة إلى القاع. عادة بزحلة بيكلموا الشعر والفن مثل ما شفنا هلا، ما بيكلموا المبدع. بس لأنه تذكروا يمكن سؤال قيل بالزمان السيف أصلح وإن بان من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. الممثل القدير رندا كعدي. صراحة نحن جيلنا تعلمنا رغم ظروف الحرب. مساء الخير. دعيتوني لأتكرم ببيتي. فيكي يا دار الوفاء. شكرا لإبداع، شكرا لمنتجنا الكبير. وأنا بقول زحلة مش عاصمة البقاع بس، بمفكرينا وأدبائها ورجالاتها وفنانينا وأطبائها وكل اقتصاديينا وكل المبدعين فيها. ما بتستاهل تكون بس عاصمة البقاع، هي عاصمة لبنان وعاصمة العالم بإذن الله. وشكرا لكم. يا دار السلام.